تصرفات الإدارات الأمريكية والغربية في حرب أوكرانيا وروسيا أثبتت أنها تكيل بمكيالين وأنها عنصرية وبنفس الوقت سخيفة لدرجة تفوق السذاجة. معكم ماجد بدرة، أبعاد هزلي. الغرب عامة وأمريكا خاصة بتعاملوا مع دول العالم وكأنهم عبيد عندهم وهم أسياد، بيتعاملوا بغطرسة فظيعة. نظرة الغرب العنصرية الآن مش بس على العرب، الآن أصبحت على الشعب الروسي وأي إشي بيتعلق بروسيا، حتى الجماد والفودكا والمأكولات ونتفليكس والروايات الأدبية، حتى المواقع الإباحية. يعني عنصريين بالأدب وبقلة الأدب. إشي هستير اللي بيصير. وطبعا في حظر على المواقع الروسية وحظر في كل مواقع التواصل الاجتماعي مثل اليوتيوب والتويتر والإنستغرام والفيسبوك، لدرجة أن الفيسبوك بيسمح بالتحريض على الكراهية للروس والقتل. إشي مش طبيعي اللي بيصير، سبحان مغير الأحوال. إذا حد انتقد الصهاينة على جرائمهم كان عطول بيمنعوا البوست وبيتهموه معاداة السامية والكراهية. كل وسائل الإعلام الروسية أو حتى المحايدة مش موجودة، ما في غير المصدر الغربي، حتى المحطات العربية هواها غربي. طب وين حرية الصحافة؟ وين حرية التعبير والديمقراطية اللي صدعتونا فيها؟ درجة السخافة وصلت إنه اتحاد القطط العالمي يمنع القطط الروسية من المشاركة بالمسابقات العالمية. عن جد هدول عندهم هستيريا وجنون مش طبيعي. أنا فكرت الخبر مزحة لكن طلع حقيقي بصراحة. الغرب عبارة عن فقاعة من الكذب والشعارات المزيفة اللي فقط بيستخدموها لتحقيق أجنداتهم الاستعمارية، حتى عنصريين ضد القطط الغير غربية. أو لا، لازم يكون القط أشقر وأبيض عنه زيه. وللتعليق حول هذا الموضوع معنا القط الروسي السيد فلاديمير قططوف، وبنقول ألو. أهلا بك سيد قططوف. مش بكفي الهبل والعقوبات الغربية. ألو، هل تسمعني؟ حتى الكاميرا مش زبطة معايا. والله هدول الغرب والأمريكان سخيفين ومغنين بشكل، عندهم هستيريا اسمها روسيا. خلصوا من العرب ومنهم يستلموا الروس، حتى القطط الروسية ما سلمت منهم. وهو أنا عشان قطط روسي بيفرضوا علي عقوبات؟ يا الحرية إنسانية، أنتوا اللي خليتوا فيها إنسانية ولا حيوانية حتى. أنا متعطش لكوباية لبن، خليني أروح ألحس حالي وأروح أنام. وهف بدناش لك. عم بين أن الغرب فرض عليه عقوبات على الكاميرا وعلى الإنترنت تاعه، ويمكن فارض عليه عقوبات على اللعبة تاعته. كنا سكر. ألو ألو، نشكر الأستاذ قططوف على المشاركة على الرغم أنه ما شاركش لأنه في عقوبات مفروضة على القط. والله معه حق يزعل، إيش هالمسخرة هذه؟ المهم، هذه العقوبات اللي بتفرضها الإدارات الأمريكية ما عمرها جابت نتيجة. وبعدين ليش هم بعاقبوا الشعوب كلها؟ يعني هذا عمل مشين وغير أخلاقي. هايهم صار لهم سنين محصرين إيران وكوبا وفنزويلا وسوريا وغزة. غزة أمريكا وإسرائيل هي المحصرة. العقوبات اللي بفرضوها على الشعوب هذه ما بتزيدها إلا إصرار على المضي قدما ضد المشاريع الاستعمارية والإمبريالية. وبعدين العقوبات هذه اللي بفرضها بايدن أصلا بتضرب المواطن الأمريكي. المواطن الأمريكي بعيط من سعر البترول، الآن ارتفع جدا وكل يوم بيرتفع أكتر وأكتر، وبقول لك المواطن الأمريكي بيدفع من أجل الحرية. أي حرية هذا اللي بتحكي عنها؟ والله ضحكتوني. هذا حرية عدم وجود الحرية. إيش نعمل؟ طب تنسوش تعملوا لنا شير ولايك وسبسكرايب وتعليق. وخلصنا اليوم، يلا سلام.